بطبيعة الحال لعودة إلى المنتخب المغربي. يقود هذه المباراة طاقم تحكيم من هولندا بقيادة رود بوسن بمساعدة نيكي سيبرت وهانس أولد أولتوف. إذن حفل رياضي كبير يحمل أكثر من دلالات. تعرفون ملايين المغاربة يعيشون في فرنسا، هناك علاقات متميزة بين البلدين وعلاقات تاريخية يتمنى أن تنعكس على أرضية الملعب وداخل الملعب وخارجها، أن تكون حفلة في كرة القدم. للأول مرة سيتم إنشاد النشيدين الوطنيين وليس عزفهما بالموسيقى. وكأن المباراة تقام بمدينة الدار البيضاء وليس بالعاصمة الفرنسية باريس. والآن مع المارسيز النشيد الوطني الفرنسي. إذن كان هذا عزف النشيدين الوطنيين المغربي والفرنسي قبل بداية الأشياء المهمة. إذن لا بأس